طيب نطلع على فكرة الزد ترانسفورم. أنا عندي راح أستعمل بشكل أساسي في الزد ترانسفورم الدلتا فانكشن. والدلتا فانكشن هي طبعا هايبوثيتيكال بس إحنا ممكن نطبقها في العالم الحقيقي. الدلتا فانكشن هي عبارة عن إمبلس يصير at time zero. نرمز له بالرمز. شوف رمزنا له بسهم. ليش ما حطيت له هذا؟ لأنه هو بنتهي عند الإنفينيتي. ارتفاعه نظريا إنفينيتي وعرضه إذا عندي هون الويت تبعه يساوي زيرو. يعني هو فعليا هل في العالم الحقيقي أنا بقدر أجيب سيجنال ارتفاعها إنفينيت وعرضها زيرو؟ إذا إحنا ممكن في العالم الحقيقي نقترب من هذه السيجنال. بس عشان ما نضلش كل ما نرسم بكتاب نرسم هذه طالعة كثير لفوق. شو صار استعرضنا عن الرسمة تبعتها؟ استعرضنا عنها بسهم بهذا الشكل. وباي ديفولت بنحطها at time zero. طبعا هي ممكن تصير at time standing نعملها shift لليمين أو للشمال بس احنا نحطها باي ديفولت at time zero. فهذه اللي هي دلتا تي ودلتا تي هي at time zero. ما فيش فيها shift منها. فدلتا تي تعريفها انها هي zero في كل الأماكن إلا عند zero. قديش ارتفاعها عند zero؟ infinity. هلا انا هذه طبعا هي تخيليه. هي الليمت طبعا مساحتها الاريا تبعتها واحد. اريا اوف دلتا تي يساوي واحد. وهو طبعا بيساوي ممكن نفكر فيه انه بيساوي القاعده في الارتفاع سميها A اذا بدك او سميها H. طبعا هي غير معرفة إذا بضرب إنفينيتي في زيرو غير معرفة بس أنا ممكن أفكر بالليمت of دلتا تي H as دلتا تي approach الزيرو تساوي واحد. حاصل ضربهم هذا بيساوي واحد. هذا يمكن أدق نحكي عنها هيك. هذا كله تخيلي. بالعالم الحقيقي هل بقدر أطلع دلتا فانكشن أو أقترب من دلتا فانكشن؟ ممكن؟ ممكن أقترب منها. ممكن أقترب منها. ممكن أجي هون مثلا على بلوك زي هيك ماس على عجال وباجي بحط اشي زي بعرفش ايش زي ازميل. عارفين الازميل؟ مش ازميل السنبوك. عارفين السنبوك اللي هو البانش اللي بيكون مدبب راسه بضربه بشاكوش. شفتوه في المشاغل الفنيين بسموه سنبوك. انا ما بعرف ايش اسمه. اوكي وبعدين بجيب انا هون شاكوش. بناخذ الشاكوش بنضرب ضربة سريعة جدا على الهاد. قديش فترة التماس ما بين الشاكوش وال تقريبا زيرو مش هيك؟ والبلس اللي اعطاني اياها عالي جدا. لكن اذا ضربت حاصل ضرب الزمن لازم يكون فاينايت. في العالم الحقيقي لازم يكون فاينايت. بالفورس اذا بدك تسميها فورس لفترة قصيرة جدا هذا تقريبا بيقترب من شو راح يصير بالكارت هاي هلا؟ رح تبدا تتحرك مظبوط كاني ضربتها امبلس فانكشن وزي لها ترانسفير فانكشن كاني دخلت. يعني نفترض الاوتبوت من هاي هو السرعه فرضا وهون رح تعطيني سرعه معينه. يعني على فكره هون لو هاي كانت لو كان في عندي فيسكس فريكشن وام اظن انه الريسبونس تبع الفيلوسيتي رح يكون زي هيك. لو هاي هون كان في فيسكس فريكشن فيسكس فريكشن بي وعندي هون ماس ام واعطيته وهون ضربت بامبلس معينه راح الاقي انه هاي طلعت هون انيشال هاي في انيشال وفي فاينل. ليش نزلت لزيرو بالاخر؟ لانه عندي فيسكس فريكشن. فكان هاي صارت الامبلس ترانسفير فانكشن. ترانسفير فانكشن لامبلس لهذا السيستم. اذا هاي اول فكره احد الافكار الدلتا فانكشن. ممكن اعمل اقترب من امبلس فانكشن في الحياه الحقيقيه وافحص السيستم. وفي كثير مهندسين اذا بده يحس السيستم الريسبونس تبعه مثلا مهندس ميكانيكي بيصلح اعطال بيشوف الاعطال الفايبريشن اللي موجوده في جهاز ان كان بكون جايب معاه سكرو درايفر مفك او شاكوش بصير يضربه في اماكن معينه ويسمع الريسبونس اللي بسمعه بعطيه فكره كثيره عن هاي. او الشوكه الرنانه حكينا عن الشوكه الرنانه كاني اضرب الشوكه الرنانه نفس الشيء بضربها ب عمالي كاني بضربها امبلس مش ستيب بضربها امبلس وعم بشوف الريسبونس تبع هاي السيستم.
واللي بيطلع معي هو الامبلس ريسبونس.